حفصي، عسيلة معتمدية نفطة، نص كنزادة في سيدي بوزيد. عند أنا جانب بروموتور، البروجي متاعي يتمثل في ترانسفورماسيون دي دات. لامارك هي نوايا الكوفي، نخدم في قهوة من نواة التمر اللي هي 100% ناتيغيل و 100 كافيين، باهي برشا اللي عندهم ديابيت. نخدم زادة في سكر أباز دي نوايا أباز دي دات و بسيس أباز دي نوايا دي دات و سيرو دي دات. بروغرام سيد سمعت لي من خلال سنتر دافير، كلموني سنتر دافير وقبلت الدعوة وعملت انسكريبسيون. أنا من لو ما كنتش فاهمة شنية بروغرام سيد شنوع، فكي حضرت الحصة الأولى فهموني أنه معناها مشي أكومبانيمون مشي تابعونا وبشي يشوف البروجي متاعنا معنا احتضان للمؤسسات نتاعنا من اجلس كزايد معنا فورماسيون كيك سوا باش نستحقوها باش يعاونونا فيها. ماذا بينا نشدوا في البروجي نتاعنا، ما نسيبوهوش، ما نواصلوا فيه باش هذاك خاطر هو خبزتنا اول حاجه. ومش نقولش بطاله، معناها ماذا بينا احنا نطوروا روحنا باش نوصلوا لهدف معين اللي نحبوا نوصلوا له.